نحن لا نعاني من نصوص دستورية، وإن كنا كما قبلها الآباء والأجداد المؤسسون بأنها الحد الأدنى، ولكن يبقى هذا الحد الأدنى مطلب لنا، يبقى هذا الحد الأدنى مطلب لنا لكي يمنح الفرصة الكافية من التطبيق. لكن للأسف وأقولها أن ما يعانيه الدستور الكويتي هي حالة من التربص المستمر. نعم، حالة من التربص المستمر حتى قبل صدوره وأثناء صدوره، وكل متابع، كل قارئ منصف لأعمال لجنة الدستور أو في المجلس التأسيسي يجد تلك المناهضة. لكن تبقى أعمال، تبقى أعمال في إطار اللجان والدستور، لكن ما عندما صدر الدستور وعندما وضع المغفور له عبد الله السالم بصمته عليه مع الآباء المؤسسين وأصدروا شهادة ميلاد الكويت الديمقراطية آنذاك، كان علينا ولزاما أن نحترم القسم ونقف عند قسمنا ونحترم مواد الدستور 183 مادة من أول مادة حتى ختامها. هذا هو الالتزام. لكن حالة التربص والتقصد استمرت بصور شتى، تربص مباشر واضح في تزوير مفضوح، وانقلاب على 76 وانقلاب 86 والمجلس الوطني وغيره وغيره، وهذا تربص واضح وبطريقة مباشرة. لكن هناك الطرق الغير مباشرة، الطرق الغير مباشرة تظهر لنا بين الفينة والأخرى. هدفهم هو الاستحواذ، هدفهم هو الاستحواذ على إرادة الأمة، هدفهم هو إيصال نواب يمثلون في الظاهر الأمة ولكنهم في الحقيقة يمثلون مصالح أطراف السلطة.